الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل حديثنا في دروسنا الفقهية، ونواصل الحديث بالضبط أو بالتحديد في صلاة المسافر. وقلنا قبل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر أن يصلي الصلاة الرباعية، أن يصليها ركعتين. وتحدثنا طبعا في درس سابق عن هذه الأمور، والآن نواصل الحديث حول هذه الأحكام. من الأحكام التي ينبغي أن يعلمها المسافر أنه إذا اقتدى بالمقيم، يعني أنت مسافر لكنك في هذا الوقت اقتديت بإنسان مقيم، إمام مقيم، فهو الإمام حيصلي 4 ركعات وأنت بالتالي مسافر، فكيف ستصلي؟ هل تصلي ركعتين أم تصلي 4 ركعات؟ فإذا صلى المقيم خلف المسافر فإن المسافر خلاص مش مشكلة، فإن المسافر يقصر الصلاة، ويجب على المقيم أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلام الإمام. يبقى إذن الحكم أن المسافر لو صلى خلف إمام مقيم مرة أخرى، إذا صلى المقيم خلف المسافر فإن المسافر يقصر الصلاة، ويجب على المقيم أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلام الإمام. يعني إذا كنت أنا مسافر ومن خلفي يعني مقيمون اللي هم المأمومين، يعني أنا أقصر الصلاة وأصلي ركعتين إذا كانت الصلاة رباعية ثم أسلم، وهم يتمون الصلاة وأعلمهم طبعا، أقول لهم أتموا صلاتكم فإني مسافر. هذه مسألة واضحة. إنما إذا صلى المسافر بالمقيم، وإذا صلى المسافر خلف إمام مقيم، فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة معه اقتداء به. يعني نفرض أن الإمام يصلي 4 ركعات وهو مقيم، لكنك أنت مسافر والصلاة رباعية، فالإمام بيصلي 4 ركعات وأنت بالتالي لا تصلي ركعتين طالما أنك دخلت مع الإمام، وإنما تصلي 4 ركعات، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذا كان كما يروى الإمام مسلم في الصحيح سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا صلى مع الإمام صلى 4 ركعات إذا كان مسافر يعني، وإذا صلىها وحده صلى 2 ركعات. أنا فرضا مثلا أنك مسافر ولم تصلي وحدك، وإنما أتيت إلى بيت الله سبحانه وتعالى وصليت مع الناس، فبالتالي صليت مع الإمام المقيم فتكمل معه للصلاة. لكن لو صليت بمفردك، دخلت مثلا ووجدتهم قد صلوا، أو صليت في بيتك وأنت مسافر، فتصلي 2 ركعات. وعن موسى ابن سلمة الهزلي كما يروي الإمام أحمد في المسند بسند صحيح قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال 2 ركعات سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقول له إذا لم أصلي مع الإمام كيف أصلي، فقال له تصلي 2 ركعات. فعلم من خلال هذا الأثر الذي روي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه هذا السائل يعني لو صلى خلف الإمام المقيم صلى 4 ركعات. إذن إذا صلى المسافر خلف المقيم يصلي 4 ركعات، إنما إذا صلى بمفرده يصلي 2 ركعات. ما هو عنك من الشعاع الآن الإجابة على هذا السؤال. طيب إن شاء الله ستجد الإجابة بمشيئة الله. أبشر كما يقول الشيخ عبد الله المصلح، يقول لك أبشر، وفي الأخير يقول له يدل حكم غير متوقع يعني. أبشر أسعد الله. طيب إذا كنت مسافرا وصليت خلف إمام مقيم ولم تدرك معه إلا 2 ركعات، سبحان الله، أنت يعني إنسان مكشوف عنك الحجاب يعني، إحنا كنا لسه سنتكلم في هذا الوقت. فإذا صليت خلف إمام وأدركت معه 2 ركعات، فهل يعني يكفيانك باعتبار أنك أنت ستصلي 2 ركعات فتسلم معه، أم لا بد من إتمامها 4؟
والجواب أنك بمجرد صلاتك خلف الإمام المقيم وجب عليك إتمام الصلاة، وجب عليك إيه؟ إتمام الصلاة أربعا. الدليل يا سبحان، ما هو الدليل؟ الدليل كما يروي الإمام البيهقي وصححه الإمام الألباني، حتى نخرج من هذا الأمر، عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم، يعني المقيمين، أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال فضحك، يعني نفس السؤال أنت سألته، فضحك سيدنا عبد الله بن عمر وقال: يصلي بصلاتهم. يعني لماذا ضحك؟ لأن الحكم واضح، طالما أنك أنت الإمام جعل ليتم به، طالما أنك أنت دخلت مع إمام المقيم يبقى أنت ملزم بإيه؟ أنت اللي جبت بنفسك، يعني زي ما نقول، فأنت ملزم بإتمام الصلاة. إنما إذا صليت بمفردك فتصلي إيه؟ تصلي ركعتين. ويؤيد هذا هذا القول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قاله سيدنا عبد الله بن عباس، القول الذي سقناه قبل ذلك، اللي هو لما سئل سيدنا عبد الله بن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين. يبقى معنى ذلك أنه إذا صلى مع الإمام يتم الإيه؟ يتم الصلاة. يبقى إذن هذا الحكم واضح. بالنسبة لمسألة كما قلت أنت، اللي هي مسألة بعض الإخوة، يعني لا أدري يعني من أين جاءوا بهذا الأمر، أنهم إذا كانوا على سفر وصلوا مع إمام مقيم فإنهم يصلون ركعتين، يعني نفترض أنهم دخلوا مع الإمام المقيم في بداية الصلاة، وبالتالي مثلا نفترض أنهم يصلون معنا صلاة العشاء كما حدث مع بعض الإخوة يعني من حوالي يعني 3 أو 4 أيام مضت، فيصلون مع الإمام ركعتين ويجلسون معه جلسة التشهد الأوسط، فإذا ما قام الإمام إلى الركعة الثالثة فإنهم يظلون جلوسا ويسلمون مع تسليم الإمام. يعني أنا لا أدري دليلا على هذا الأمر، ولذلك قلت للأخ الذي فعل هذا: عليك إعادة الصلاة لأنك خالفت الإمام. فبالتالي المسافر إذا اقتدى بالإمام المقيم بناء على الأدلة التي معنا إلى الآن، أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإنه يجب عليه إتمام إتمام الصلاة. ولو دخل المسافر مع الإمام في آخر ركعتين فلا يكفيه الركعتان، وإنما لابد من من أن يأتي بركعتين أخرين، لأنه وجب عليه إتمام الصلاة طالما أنه دخل مع الإمام المقيم. يعني هذا الحكم أظنه واضح. أنا قلت لو أنك مسافر، طيب ما فيش مشكلة نبين لك مرة أخرى. أنا قلت لو أنك أنت مسافر كنت أنت الإمام فإنك تصلي ركعتين وتسلم، والناس إذا كانوا معك مسافرين يسلمون، إنما إذا كانوا مقيمين فأنت بتسلم بعض الركعتين وهم إيه؟ وهم يتمون الصلاة، يتمون الصلاة بمفردهم. لا، ليس شرطا، ممكن تذكرهم في الأول ومن الممكن أن تذكرهم بعد أن تسلم، يعني ليس شرطا، لكن من الأفضل أن تذكرهم في بداية الأمر حتى يكونوا على إيه؟ على بينة، يعني حتى لا يظنوا أنك إيه؟ أنك أخطأت. لا، النية لا يعتد بها بين في الفرق بين المسافر والمقيم، مفيش مش إحنا. نعم، جزاك الله خيرا. يعني وحتى يعني إحنا لما شرحنا في 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 بداية صلاة المسافر بينا هذا الأمر، قلنا بأنه لو اختلفت نية المقيم عن نية المسافر ليس هناك مشكلة، لأن الاثنين دخل في صلاة واحدة. طيب ندخل في مسألة أخرى. إذن يعني كما قلنا ننبه على هذا الأمر، اللي هو مسألة أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم وجب عليه أن يتم معه الصلاة، لا تكفيه ركعتان إذا دخل معه في الركعتين الأخريين، أو لا إذا دخل معه في أول الصلاة لا يكفيه أنه يجلس بعد التشهد الأوسط حتى يتم الإمام ويسلم ثم يسلم معه، لأنه بذلك يكون قد خالف الإمام، ومخالفة الإمام تؤدي إلى بطلان الصلاة. من ناحية أخرى بالنسبة للنوافل، هل تصلى في السفر؟ اللي هي السنن، لما تحدثنا قبل ذلك عن السنن الرواتب، قلنا قبل الظهر 4 ركعات، بعد الظهر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل الصبح ركعتين، فهل ستصلى النوافل في السفر أم لا؟ عن ابن عمر قال: صاحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أره يسبح أي يصلي في السفر،
وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسيدنا عبد الله بن عمر كما يروي الإمام البخاري ويروي الإمام مسلم أيضا في الصحيح يقول أنا لما صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم أره إيه يصلي النوافل في السفر. وقال سيدنا عبد الله بن عمر أيضا لما رأى الناس يتنفلون في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممت. يعني لو كنت مسبحا يعني لو كنت مصليا للسنن التي تكون بعد الصلاة أو قبل الصلاة لكان من باب أولى أن أتم له أن أتم الصلاة، لأنه والله سبحانه وتعالى جعل الصلاة قصرا تخفيفا، فبالتالي لو نكس تصلي السنن القبلية والبعدية فالإتمام يكون إيه؟ إتمام الصلاة يكون أولى. وهذا الأصل رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام مسلم أيضا. نعم. ده النوافل. أنا قلت هذا الأمر ربما لم تحضر مع الدرس الماضي يعني، لكن أنا قلت هذا الأمر اللي هي النوافل غير الرواتب. المقصود هنا النوافل التي نتحدث عنها اللي هي الرواتب التي تكون مع الصلوات. إنما نفترض أنك تريد أنك أنت تتنفل، يعني عندك وقت مثلا بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، في 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 بين الصبح والظهر، من الممكن أنك أنت توجه النافلة أو توجه السيارة وتصلي وأنت جالس، ليس هناك مشكلة. لكن هذه بتسمى يعني نوافل غير الرواتب. الرواتب التي نتحدث عنها التي لا تصلى في السفر هي السنة المؤكدة التي تكون مع الايه مع الصلاة. تفضل. نعم جزاك الله خير. لا، هذا الحديث المقصود به صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة لو اشترطوا فيها الاستقبال القبلة، إنما صلاة شرط من شروط صحة الصلاة الفرض أن تستقبل الايه أن تستقبل القبلة. فإذا ما أزن عليك بالصلاة في أي في أي مكان وأنت مثلا تسير بالسيارة فسيارتك وأنت حر، يعني تقف في أي مكان طالما أن الأمر مسموح به، فتوقف السيارة ثم تصلي ثم بعد ذلك إيه تذهب بالسيارة مرة أخرى. لكن إذا كنت في وسيلة عامة مثل الطائرة أو القطار أو الباخرة ولا تستطيع، إذا استطعت أنك أنت تتجه إلى القبلة مثلا في الباخرة ولا في الطائرة فيكون أفضل. لكن إذا لم تستطع أنك أنت تتوجه إلى القبلة فتصلي حيث إيه حيث شئت، وينطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى فإنما تولوا فسمى وجه الله. لكن هذا بيكون في حالة الايه في حالة الضرورة. لكن إذا كانت الوسيلة التي تتنقل عليها هي ملك خاص بك كالسيارة وأنت مثلا يعني تسير في الطريق، فبالتالي بتوقف السيارة ثم بعد ذلك تصلي الفريضة ثم تذهب إلى حيث تريد. تفضل. سؤال يعني أعود إلى الوراء. نعم. بالنسبة مثلا صلى واحد مسافر بإخوة مقيمين، يعني قلنا أن النية لا تلقى. طيب بس كيف مثلا أنا مسافر صليت بالناس مقيمين، كيفاش هم مثلا مني أسلم أنا هم يعني كيف أغلبية العامة ما تفهموش يعني لا يصلوا يعني بحال المسبوق، يعني نفترض أن هو كل واحد يصلي بمفرده، يعني هو الإمام سلم السلام عليكم السلام عليكم خلاص كل واحد بيصلي مع نفسه مع رهيزة، يعني كأنه كان مسبوقا، يعني الأمر واضح. هو سأل سؤال مهم، يعني بالنسبة للذي سيتم، هو طبعا يعني هذا الأمر لا يحدث إلا ربما إلا كل 10 سنوات يعني، لكن هو إذا يعني إذا صلى الإمام بهذه الكيفية يعني لكي يبين للناس وسلم، فبالتالي حينما يسلم المأموم يصلي كأنه مسبوق، يعني يصلي بمفرده، يعني لا يدخل إمام آخر يعني، وإنما يكمل المأموم الصلاة كأنه مسبوق، يعني كأنه مسبوق يعني كأنه جاء مثلا ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة ودخل معه في الركعة الرابعة. طب نكمل موضوع صلاة النوافل في السفر ثم حتى نختم إن شاء الله. فدلت الآثار التي سقناها على أن النوافل الراتبة غير سنة الفجر لا تصلى في السفر، إنما سنة الفجر تصلى في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفر ولا في حضر. وأما مطلق التنفل فلا بأس به في السفر، يعني مطلق التنفل، يعني كما قلنا إذا أردت أنك أنت تتنفل كما تشاء فلا بأس به في السفر، لحديث سيدنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله
هذا الحديث رواه الإمام البخاري. يعني يومي بوجه، يعني الصلاة تكون بالوجه، هو على الـ على الـ على الـ على الراحلة، هكذا يكون القيام، هكذا الركوع، هكذا السجود، يعني يكون السجود أخفض من الركوع وهكذا. يعني أنت لو صبرت عليه كنت أنا أجبتك على الأمر عما، لكن دائما نحن نتعجل في الأمور الفقهية. إن الشافع لا، الشافع لا يصلي، إنما الوتر يصلي، لأن الوتر من ليس من السنة من الرواتب، وإنما الوتر واجب كما تحدثنا قبل ذلك. يصلي ركعة، يصلي ركعة إيه؟ ما هو إذا 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 هو أحب أن يوتر بثلاث ركعات هذا شأنه، إنما إذا يعني من باب التخفيف، كما أن الله سبحانه وتعالى يعني رخص المسافر أن يصلي ركعتين، فلو أوتر بركعة واحدة فهذا إيه؟ فهذا جائز، يصلي ركعة واحدة بعد العشاء، يعني يصلي العشاء ركعتين ثم بعد ذلك يصلي الوتر ركعة واحدة. هو له ما نفترض أن هو أراد أن هو إحنا قلنا النوافل لا تصلى، لكن نفترض أن هو أراد أن يقيم الليل، ما دي نوافل مطلقة، نفترض أن هو أراد أن يصلي 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة 13 ركعة كما تحدثنا قبل ذلك، فله ذلك ويوتر في الأخير. بالنسبة لحال السفر والجمع بين الظهر والعصر، مثلا يعني فئة بدأت مثلا صلاة الظهر أتمت، بدأت صلاة العصر دخلت فئة أخرى، وش تلام عام الظهر؟ احنا غدا ان شاء الله نتحدث عن صلاة الجمع، يعني غدا بما شاء الله ان شاء الله هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله. احنا غدا هنتحدث فعلا عن الامور التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تعال بدري شوية يا عم.